كلامكم مع اللعيبه اللي لعبت النهائي ده او حققت البطوله دي لاول مره قبل مباراه الترجي ذهابا وايابا، يعني دخل امام، دخل عمر كمال، طبعا عمر بره السكواد لكن برضه عاش اجواء البطوله، دخل رضا سليم، دخل وسام ابو علي. الناس دي ما عندهاش خبره افريقيا زي ما هي عند كهربا وعند منعم وعند الشناوي ومعلول. ايه الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوا للعيبه الجديده على نهائي دوري ابطال؟ بص والله يمكن قبل الماتش اللعيبه دي كلها يعني لعيبه كبيره جدا طبعا، ويمكن احنا من قبل الماتش كمان اتكلمنا في اوضه اللبس يعني ان احنا كلنا نساعد بعض، واي حد مش في يوم النهارده في لعيبه ثانيه بتساعد، لعيبه ثانيه بتشيل اي لعيب يعني مش في يومه. فالحمد لله يعني اللعيبه كلها كانت كويسه والحمد لله يعني قدمنا المطلوب مننا، فاللعيبه يعني كلهم كانوا كويسين يعني. أربع ألقاب، اتنين منهم مع موسيماني واتنين منهم مع كولر، أكيد في لقب فيهم بالنسبة لك الأغلى. والله اللقب الأخير ده أغلى واحد بصراحة. الأخير أغلى. اللي هو النهائي الأخير بتاع أفريقيا دوت ده أصعب وأغلى حاجة بالنسبة لي، لأن زي ما قلت لك إن هو في وسط جمهورنا وفي وسط ملعبنا. طب ما هو برضه في نهائي القرن، نهائي الزمالك كان في ملعبنا. لا ما خلاص بقى ده فات بقى خلاص، فاهم؟ انت عايزين بقى نركز في اللي لا جاي. لا ده فات بس ما يتنسيش ابدا. طب عايز اسالك حاجه يا كهربا. هو عمره ما يتنسي طبعا. انا عندي انا الماتش ده عندي فيه كواليس وحاجات كتير قوي المفروض الواحد يعملها فيلم. والله لان انا كنت تعبان عندي كورونا قبلها، رحت الماتش ده قبلها اخر يوم، انا يمكن رحت اخر يوم في المعسكر بس. وبعد كده الحمد لله ربنا اراد ان انا اشارك يعني.